على مدار الشهر السابق من أول 8 أكتوبر حتى 8 نوفمبر عقدنا 75 لقاء، منهم 3 زيارات خارجية التقينا فيها ب 203 جهة تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات من أيديولوجيات واتجاهات مختلفة، واستقبلنا 1600 زائر بمقر الحملة من فئات المرأة والشباب وطلبة الجامعات والعمال والفلاحين والرياضيين ورجال الصناعة والاستثمار وكذلك المثقفين والفنانين. وفي خلال هذه اللقاءات أستعرض مع حضراتكم أبرز ما تم فيها. في لقائنا مثلا في الأحزاب السياسية كانت جوهر رسائلنا في هذه اللقاءات التأكيد على تنسيق الجهود وعدم الاكتفاء بالدعاية التقليدية من لافتات وورقيات، بل تقديم توعية حقيقية للمواطنين وضرورة حثهم على ممارسة حقوقهم السياسية والذهاب إلى صناديق الاقتراع. وجهنا أيضا الأحزاب الداعمة لمرشحنا للاستماع للمواطنين وحصر مشكلاتهم بدقة والتفكير الجماعي في سبل حلها. يعني مثلا لما قابلنا النقابات المهنية والعمالية كانت جوهر رسالتنا في هذه اللقاءات التأكيد على الاستماع لأعضاء هذه النقابات ومعرفة التحديات التي تواجههم لتطوير عملهم وخدمة المجتمع. استطلبنا من كل نقيب عقد حوار داخلي مع أعضاء نقابته وإفادتنا بنتائج تلك الحوارات مع مقترحات الحلول وطلبات أعضاء هذه النقابات، تمهيدا لتجميع وثيقة تشمل تحديات المواطنين المصريين سواء من الناحية الفئوية أو الجغرافية وتسليمها لمرشحنا الرئاسي. كل هذه المطالبات سيتم تجمعها في وثيقة سيتم رفعها لمرشحنا الرئاسي. هذه الحوارات لا تتم في الفراغ، إنما سيترتب عليها نتائج عملية تفيد المواطن وتفيد المجتمع. في زيارتنا لمؤسساتنا وهيئاتنا المستقلة كانت جوهر رسالتنا في هذه اللقاءات التأكيد على الإشادة بالدور الوطني الداعم لتلك الجهات للوطن وتماسكه وقيامهم بدور حيوي مستمر في توعية المواطنين بقيم المواطنة الفعالة ومن بينها مباشرة حقوقهم السياسية. استقبلنا عددا من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاستماع لآرائهم في الملفات المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ونحن بصدد الإعلان عن تشكيل مجموعة من هؤلاء الخبراء والمتخصصين للحوار حول كافة الآراء التي استقبلناها وطرحت علينا للوصول لرؤية محددة يتم عرضها على مرشحنا الرئاسي تمهيدا لضمها إلى الرؤية الانتخابية.